إذن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع أوكرانيا جسر للوصول إلى عملية الإنهاك التي تتحدث عنها، ولكن كييف تعلم هذا الكلام وأن الولايات المتحدة تستخدمها كجسر للعبور إلى المبتغى الأكبر وهو إنهاك الدولة الروسية. ليس كييف فقط، وإنما دول الاتحاد الأوروبي المعنية أيضا في الحرب الأوكرانية، هم جميعهم يعلمون هذا الأمر، ولكن ليس لديهم أي خيار كون أن بوتين وضعهم أمام استحقاق. يعني أنت تتكلم الآن عن أوكرانيا ليست جسرا في احتلال روسيا، وإنما أوكرانيا من المفترض عليها أن تحمي أراضيها، وبالتالي ستستعين بأي دولة تقدم لها أي مساعدات حتى لو كانت هذه الدولة ليست ذات نية صافية لها. الآن نحن نتكلم عن أوكرانيا، هي دولة محتلة الأراضي تبحث عن من يدعمها، تريد أن تستعين حتى لو بالشيطان من أجل تحرير أراضيها. أيضا الدول الأوروبية تخشى من أطماع بوتين في مناطقها، وبالتالي هي مفروضة عليها أيضا أن تقوم بهذا الدعم باتجاه أوكرانيا. يعني موقف بولندا ليس بالموقف السهل، نحن نقول عن دولة أيضا على الحدود البيلاروسية الأوكرانية وتوجه إليها تهديدات على طوال الأمر، وهناك حالة عداء شعبي ما بين الشعب البولندي والشعب، أو بين الجيش الروسي أو الحكومة والنظام السياسي الروسي. إذا نحن نتكلم عن حالة مخاوف، إذا من مصلحة بولندا أن تقدم كل شيء باتجاه أوكرانيا لأن تكون المعركة على الأراضي البولندية. الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي غير متضررة بشكل مباشر، ولكن كما ذكرت أوكرانيا وأوروبا كلاهما يعلمان أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بكل هذا الأمر بآلية يعني ليست هي الأفضل، ولكن يبرر لها ذلك بأن بوتين رجل أحمق يمكن أن يستخدم السلاح النووي في حالة الاستفزاز، لذلك يتم ضربه بهدوء وبشكل بطيء من أجل أن يعتاد على هذه الضربات، وبالتالي لا يلجأ إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولية أو النووية كونه رجل استفزازي، يعني يتم استفزازه بسهولة. وأنا أعتقد أن بوتين يتم إدارته في هذه المعركة بهذه الطريقة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية فيما إذا قدمت كل شيء لأوكرانيا ابتداء قد يكون هناك ردة فعل روسية قاسية جدا، فيجب أن يكون الجرعات كما هو شأن الجرعات المضادات في الأجسام، يعني من أجل أن تتشكل لديها مناعة يتم حقنها بشكل بطيء وبشكل محدود من أجل أن يكون هناك عدم ردة فعل للجسم. أعتقد أن بوتين هو الآن فأر التجربة التي تمارس عليه الحالة النفسية الأمريكية أو الحرب النفسية الأمريكية. Thank you.